زون ميكس. رجعنا من جديد في زون ميكس، مازلنا متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. في نص ساعة ثانية أكيد تابعونا باش يكون بحضانا ضيفنا عزيز زهير السابق للترجي الرياضي التونسي، لكن توا نواصلوا في استقبال ضيوفنا بالتليفون. معنا أكيد البارح سمعت القضية اللي صارت، عملت بوليميك برشا في تونس، في المغرب، كذلك في مصر، في قضية خاصة بالفرجاني ساسي، فيديو توقعت الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي، عبال برشا ضجة حول كيفية نقل لاعبنا الدولي التونسي من الاوتيل اللي يقيم فيه في المغرب لاحد المستشفيات في العاصمه كازا. معنا المعدة الذهنية الفرجاني ساسي وعدد من لاعبية المنتخب الوطني التونسي اشراف قنفود اللي كانت تواصلت مع اللاعب، لقاته في حاله يمكن ما يشبهها برشا، بالتاكيد ناخذوا مع عند اشراف. اشراف اهلا بك. اهلا بك سليم، شنحوالك؟ كذا الحمد لله. شنحوالك انت؟ الحمد لله. باهي. شراف، شنو هي الحكايه؟ ظهرت وصلت مع الفرجاني البارح وقيت ظهر لي في حاله ماهيش باهي، وانت معده ذهنيه اكيد قمت باللازم معاه. خليك نقبل هذا، خلينا نسمعوا من عندك شنو صار له بالضبط. الو، اللي صار له بالضبط نبدا لك من الاول. عندنا وقت سلامة كيك نحكي لك كل شيء. بيان سور، اي تفضل. باهي. اي سيدي، دونك فرجاني سيتي وقت اللي لوغ كي في ستاج نتاع ليكيب ناسيونال، جاي صاحبو ان امي اكستيريور ماهوش من اللعبيه، اي سيت افيري لي صاحبو هذاك اللي تي كوفيد بلس. دونك فرجيني علم الطاقم الطبي وقال لهم راني لازمني ندخل اون كونفينمون، دايغ هذاك علاش ما مشاش للماتش نتاع نيجيريا. قال لهم راني صاحبي راوي سي تافيغي بوزيتيف، باش ندخل في الحجر الصحي بيتي وحدي بوندون 5 جور. دونك مع اتفاقيه مع الطبيب، قالوا تقعد 5 ايام في حجر صحي، اذا كان فما اعراض نعملوا التيست حاسيلو، بعد 5 ايام نعملوا التيست. تعداو ال 5 ايام، نهار الاربعاء دونك وقت البارحين عمل التيست الاولاني نيجاتيف، نهار الخميس دونك بيسكو تيست نيجاتيف بيسكو ما عنده حتى اعراض باش يطلع على روحه للكازا، خاطر عنده الماتش نتاع دومي فينال كونتر راجي نهار الاحد. دونك نهار الخميس لو جور دو ديبار يعاود يعمل اونكور ان تيست، مي با كو تيست كورونا، مش كان تيست بي سي ار، معناتها عاود عمل سكانير توراسيك، ايكوغرافي كاردياك، ايكوكارديوغرام، ان اكزامان فيزيك كومبلي اللي هو سي لي زيكجيزونس نتاع الكاس قبل لي كومبيتيسيون سليم كيما تعرف. دونك tous les tests, tous les scanners étaient au mouvement moindre, tout était négatif, tout était parfait, tout était en place. Il y a la roue le Maghreb, il devait y avoir un harin. Il y a ayant un doute, قالوا الكاف قالوا برا خلينا نعملوا له تيست اليوم اللي هو نهار الخميس. هو لهنا اشراف مش حتى دوت من الزمالك، لهنا ظهر لي قوانين الكاف لازم الملاعبيه الكل يعملوا دو تيست قبل الماتش. هو يلزموا يعملوا دو تيست، مي حب مي نورمالمون كانوا مستناو نهار ولا نهارين بعد الفوش، فهمت شنو بعد الغوتو، معناتها مش هوني راجع نقول لك لا فما لا تيوري دو كومبلو لا حتى شيء، معناتها نحكيو فريمون بار دو في ترانكيل، معناتها ما فما معناتها عملوا له تيست هكا دون ان دوت. إلا في لو تيست نهار الخميس والمشكله راهيش تيست. Le test il s'avère être positif. OK, طلع على روحه شد بيتو. المشكله تبدا البارح. لو لوندومان ماتان يكلموه من لوتيل قالوا له راهو اجا راه فما طاقم طبي تاع السيركوي كوفيد يحب يعمل معاك اجراءات. الله يبارك، اهبط من بيتو يلقى فما افكتيفمون دونك طاقم طبي لابسين اللبسه كيما احنا عندنا في تونس كيما العالم الكل، معناتها انا نقولها لبس كيما سكافاندر معناتها مغطين الكل هم ايتيغا. قالوا له تفضل معانا، قالوا لهم وين؟ قالوا راهو عندنا اجراءات. يهزوه اسلام من الباب التيلاني نتاع لوتيك داكور، يخرجوا به من الباب التيلاني هو اون ايتون وحده ما مع حتى مسؤول، طلعوه في كرهبة نتاع اون امبولونس، قالوا لهم وشنيا الحكاية؟ قالوا له راهو عندنا اجراءات يطيروا به بالكرهبة. ما نعرفش كان ريتو انتوما لا فيديو ولا الامبولونس بيان سور انكرويابل، مي با كو كراهه بالطبع الحقيقه ما نعرفش كرهبه ولا كراهه ما نكذبش عليك، مي فما او موان كرهبه تبع فيها دي جورناليست يصوروا فيه بال افيك دو تيليفون بورتابل. هوني اون دوموند كي انفورمي لي جورناليست اللي فما ان جوار انترناسيونال بروفيسيونيل باش يخرج من باب تيليني باش تهزو كرهبه نتاع طاقم طبي يجريو به دونك ا اون فيتيس اون سي با سي لومبولونس معقمه ولا مش معقمه، هذا الكل تغيست كيف كيف زاد ان اوتر فولي. يخلطوا للباب يخلط دونك يلقى روحه هو ما فاهم حتى شيء، ما عندوش تليفون فوقه خاطر هو بوغ لي هابط من بيت، فما كيلكو معناتها كبير كيما في تونس معناتها باش يقعد كونفيني يسالوه يقيسوا شي حاجه يعاود يرجع لروحه لبيتو. يخلط دونك القدام سبيتار ولا كلينيك الحقيقه ما نعرفش، يحلوا الباب قالوا له اهبط معنا، قالوا مين نهبط معناتها فين المسؤولين نتاعي؟ قالوا له المسؤولين نتاعك هاو خالتي، قالوا انا ما نتحركش من هوني حكم ما فما حتى مسؤول لا من الزمالك لا من الكاس، قالوا له هاو خالتي. بدا هو ديجا إل إيتي أون بانيك معناتها فريمون إل إيتي أون بانيك في وسط الكهرباء. لو تا الوقت اللي هو يحكي مع الطاقم الطبي دونك في نهبط ما نهبطش في المسؤولين نتاعي، يهبط واحد من الكهرباء اللي يتبعوا فيه افيك سون تيليفون بورتابل يطلع في وسط الأمبولانس
لي كامل اللي صور فيه معناتها اوكان ريسبي دو لا نوتوريتي دو ليتا بسيشيك دو بروتوكول كورونا دو حتى شيء معناتها دو سكري بروفيسيونيل دو سكري ميديكال والو ما فما حتى شيء دوكو لا تغشش قال لهم انا مانيش هابط من هنايا مانيش متحرك من هنايا توا ترجعوني للوتي يعاودوا دونك يرجعوه للوتي يهبط في الوتي وحتى لهنايا ما فما توجور دون لابسونس توتال دو تو ريسبونسابل. انت تواصلت معاه كيفاش كانت الحاله نتاعو شباب؟ انا الوغ الحقيقه البارح دوكو نهار كامل خاطر قلت له تحب جو ميدياتيست قال لي اي ميدياتيست دوكو انا اللي كلمت دي جورناليست دي زامي غاديكا في قعدت نهار كامل متواصله معاه مي دوبا ما كلمني بالحق اللي كي اون ايتا دو بانيك معناتها قال لي حسيت روحي مخطوف قال لي معناتها لا سونساسيون اللي حسيتها اللي انا تحب ولا تكره اوكي معناتها المغرب خويتنا ونعرفوهم وكل تو سكو تو فيهم مي بلاد معناتها ماناش في بلادنا ما فما حتى مسؤول معاه من الجمعيه نتاعو ما تصيرش هذايا في العالم في حتى جمعيه معناتها كوسوسوا تونسيه ولا عربيه اللي لاعب دولي قاعد معناتها مسكرين عليه بوندون ان ستاج زي دا ماتش تري تري امبورتون يخرج من الوتيل يتنقل في البلاد من غير حتى مسؤول معاه دونك اي سي تري بيان كو سو ني با نورمال فهمت ويعاود يروح دونك من الاول معناتها دوبا ما كلمني اللي تي اون ايتا دو بانيك اي دو كولير زوز وصل بكي صحيح شراف شنو وصل بكي ظهر لا لا ما بكيش لا قريتها بكي لا اللي تي معناتها اللي تي دون ان ايتا دو كولير اي دو معناتها ماهوش فاهم بالحق شنو اللي صاير بانيك اي كولير بانيك كون جدي بانيك لا ما بكيش انا ديريكتومون بان الى اريفا لوتيل اتصل بنا احنا اتصل بطبيب بدكتور شاملي معناتها اتصل بجميع جميع الفيدراسيون وجميع لي ستاف نتاعو في تونس معناتها ليكيب اللي لهي بي في تونس فهمت شنو كان موقف الزمالك في هذا الكل هو موقف الزمالك في هذا الكل ظهر هو ما كانوش معاه خايفين من كورونا برامو سي نو جوستيفي با سلا اسلام سامحني اون اي دون ان موند بروفيسيونيل يظهر لي شمعت خايفين ولا مانيش خايفين يا اخي ما تلبس الماسك نتاعك وتعمل ديستونساسيون سوسيال وتمشي تبع ولا تعلمه ولا تقول له ولا تقول له راهو باش يهزوك ولا تطبعوا في كهرباء اخرى ولا يا 50 ميل مانيير دو فيغ شنو هذا يا اخي سامحني كان هو مرض معناتها الجوارات في العالم قاعده تمرض ونعاود المرض ما هو له عار ولا هو عيب ولا على شنو قادمين اما كي يتنقلوا من بلاد لبلاد ويعملوا في لي كومبيتيسيون ماهوش قادمين اللي نجم يكون فما ان ريسك نتاع واحد فيهم يمرض يسيبوه دون لا ناتور صحيح فهمت شنو معناتها اف مومون لا كي انت مالا انت طاقم طبي نتاع جمعيه وتخاف وقتها باش تقرب خاطر بالك شي فما كورونا وقف كل شيء مالا وقفوهم هو برامو احنا هنايا توا في ليكيب ناسيونال الطاقم الطبي واقف مستيقف معناتها لا بلين الناس الكل بالبلوز الناس الكل بالماسك لو ريسكو زيرو نيكزيست با بيان سور اون ريسبكتون لو بروتوكول الناس الكل الناس الكل معناتها ريسبكت لو بروتوكول مي معناتها انت تتصور واحد من ولادنا هنا في المنتخب يخرج هكاك يدور في البلاد ما حتى حد ما يعلم به تجي كرهبه تهزو في بالك اللي اكثر لي زوبيراسيون دو كيدنابينغ يصيروا دون دي فواتور دومبولونس سي با بوسيبل معناتها باش يعمل تيست اخر هو اليوم هو عمل تيست اخر مع الكاف البارح في الليل لو ريزولتا ان شاء الله بقدرة ربي اليوم هاو نستناو فيه كنت حابه نبعثك حتى في ميسنجر اذا كان مازال خرج وانت مازال في ليميسيون ميرسي بوكو قدرة ربي اون فا اتوندر معناتها نستناو في التيست الثاني من نعاود ونقول راهو لو بروبليم هما عمره ما كان كورونا لو كورونا سي ان ويبي بانديمي عالميه ربي يحمينا ويحمي المسلمين ويحمي الانسانيه الكلها مشكل معناتها يحمي الناس الكل المشكله مش هوني خاطر هو كان واعي ملي في تونس وكلهم ولادنا الكلهم كانوا واعيين الناس الكل اللي يافي ان ريسك خذيت خلف الحجر الصحي الذاتي وحده وكان ينجم ما يعلمش من الاول اللي هو كان صاحبه مريض وكان ينجم ما يعلمش اللي هو اللي تي اون اوتو كونفينمون وكل شيء هذا معناتها ناس واعيين ماناش معناتها فما يا مينيموم دو سيفيزم فهمتش نحب نقول لك دونك كي سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف هو باش معناتها كان اللطف والله لا يقدر بوزيتيف هو لو بروبليم ما عمره ما كان خاطره بوزيتيف ولا خاطره نيجاتيف هو باش يلتزم بالقواعد الصحيه اللي باش يقولوا له عليها معناتها الجمعيه نتاعو والبلاد اللي هو فيها اكسترا واضح يعطيك الصحه اشرف قنفود على كل التفاصيل مدينتنا بخصوص وضعيه فرجيني ساسي والطريقه اللي تم التعامل بها اللي هي ما كانتش باهيه بالكل في المغرب